اولا ابدا ب قضية بالغة للعنصر البشري جد وللدولة. تدشين صرح قضائي بكل مميزات مدرسة عصرية تتوفر على أحدث تجهيزات فيما يخص التكوين، سواء التكوين في الإعلام أو التكوين النظري في القانون والتطبيقات القضائية. هي أول مدرسة وطنية للمحامين بمدينة سيدي عيسى تطبيقا للقانون 13/7. أكيد هذه المدرسة تتربع على 31,000 متر مربع، فيها مرافق كثيرة، فيها الإقامة تتسع لحوالي 270 مقعد بيداغوجي و 270 إقامة أيضا للوافدين إليها، من طبعا في إطار شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة. النجاح لدى الصرح في أداء المهام تاعو في التكوين المتخصص للمحامين بعد النجاح في اجتياز المسابقة، والتكوين المستمر بالنسبة للمحامين اللي راهم يمارسوا اللي تخرجوا أداوا اليمين، لأن احنا راح نتكلفوا حتى بالمحامين اللي تخرجوا راهم يمارسوا يعني التربص، وحتى اللي بعد ما انتهوا من التربص دائما يكونوا روحهم يطوروا في الكفاءات القانونية نتاعهم والقدرات القانونية نتاعهم باستمرار، ما نتوقفوش حنا. هذه تقدر تخدم مع المحامي، تقدر تخدم مع الأعوان، جميع أعوان القضاء، بينهم محضرين القضايين، بينهم موثقين، بينهم أعوان الإدارات العمومية. فهذه مدرسة خاصة بتطوير الكفاءات القانونية والقضائية. رؤسها صراحة تكون بإذن الله قفزة نوعية في مجال التكوين للمحامين، وراح تكون متوفرة على مختلف الإمكانيات من المقاعد البيتاغوجية ومن الإيواء ومختلف هذه التسهيلات راح تكون في صالح المحاماة والمحامين، راح تكون قفزة نوعية بإذن الله للمحامي الجزائري.